عندنا تسريب جديد جاءنا الآن، تسريب جديد على مسؤولية نشريه، ولم نتأكد بعد من صحة صاحب التسريب. يا جماعة لايكات على قد ما نقدر، لايكات على قد ما نقدر، تسريب جديد، تسريب جديد يملأ الآن الفيسبوك والسوشيال ميديا، تسريب جديد، تسريب جديد. ومعالي المحامي الشهير صديقنا الأستاذ محمد رشوان المحامي كتب تسريب جديد وبيضحك، وهذا التسريب يعني لم نتأكد بعد من صحته ومين اللي بيتكلم فيه، ومنسوب إلى أن رئيس الزمالك يسب أحد أدمن صفحات النادي الأهلي، وبالتحديد صفحة أحد صفحات النادي الأهلي أو أدمن أحد صفحات النادي الأهلي، مش هقولها علشان خاطر نحترم الناس ولا هقول بيتكلم مع مين، ولكن المكالمة بتاريخ 13/7/2020 الساعة 11:35 مساء من الرقم اللي مذكور، وتهديد صريح وتسريب، قيل أنه لرئيس نادي الزمالك، ولم نتأكد بعد من صحة ذلك، لأن التأكد من صحة الصوت من عدمه هذا أمر متروك للنيابة، وأن اللي مشتوم أو اللي سب مرتضى منصور سيتقدم ببلاغ للنائب العام. اتفضلوا يا جماعة، وأنا ما أعرفش إيه، هنسمع لو لقينا شتيمة هنقف. قلت يلا يا ابني المسلاش يا معرس يا خول، يا ابني المسلاش، شوف انا اللي بتكلم اهو بقى مش بفبرك، يا ابني المسلاش يا معرس في الصوفة، يلا يا مسلاش. مين ده يا ابني المسلاش؟ قيل ان هذا الفيديو من رئيس نادي الزمالك يتحدث مع احد ادمن صفحات النادي الاهلي، وانه تقدم ببلاغ، ولكن لم نتأكد بعد من أن هذا الصوت لرئيس نادي الزمالك من عدمه، وأنه ده منتشر دلوقتي، وما قدرش أزيقه مرة تانية، لأن كالعادة إحنا جنة ولكن نثق في الإعداد وفي مصادرنا، فلقيناه سب مش هنزيقه مرة تانية. ده تسريب لسه وصلنا دلوقتي، حدش يقول لي زيق تاني، بس أنا أقف عندي حتتي ده صوتي ومش متفبرك برضي، وهذا كلام للنيابة العامة، للنيابة العامة مش ليا، للنيابة العامة مش ليا، ولكن بعتذر ما اقدرش ازيقه مرة تاني، بعتذر ما اقدرش ازيقه مرة تاني. طبعا صفحات برضي السوشيال شغالة، اكتشفت اليوم ان معلم الزمالك كان اهلاوي ويعشق النادي الاحمر، في طبعا في كلام موجه من رئيس الزمالك للكابتن حسن شحاتة، كان دفع على الكابتن محمود الخطيب امبارح، بك انت لسه بتقول له انت اخويا يا خطيب؟ طب بتشتم حسن شحاتة كان دفع عنه ليه؟ اهو برضه يا جماعه ده قيل انه تسريب اخر، وصاحبه تقدم ببلاغ عشان قال، يعني بيقول لي أرجوك زيعوا، فأنا زعته على، ولكن لم نتأكد، ما نقدرش نتهم أي حد، ما نقدرش نتهم أي حد يا جماعة. الاتهامات من عدمها مهمة النيابة العامة، لا الحاجات دي ما بزحاش مرتين، ما اقدرش، اخلاقي لا تسمح. اهو الناس بتقول الفيديو عندي كلها اهو. السلام عليكم يا استاذ احمد. اهلا بيك يا استاذ عبد الناصر، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، برحب بيك وبرحب بكل متابعين، يعني كل التحية لكل صفحات النادي الاهلي المحترمة العظيمة، وكل ادمن صفحات النادي الاهلي، لا يعنينا ان يساندونا من عدمه، ناس محترمين بيحاربوا في قضية حق من اجل العدل، يحيا كل صفحات النادي الاهلي، ويحيا ادمن كل صفحات النادي الاهلي، كان هو يحيى كل صفحات النادي الاهلي، كل صفحات النادي الاهلي. الناس اللي اتشتمت ديه
لهم منا كل التحيه وكل التقدير، كل التقدير، كل التحيه وكل التقدير، كل التحيه وكل التقدير، كل التحيه وكل التقدير لصفحات النادي الاهلي. كل التحيه وكل التقدير اهو، الناس بعتالي هيا بتشكرني. يا جماعه بيبعتوا لي احمد اهو، علشان انا دلوقتي هذا التسريب الجديد ضد صفحات النادي الاهلي واحد اثمن صفحات النادي الاهلي الذي كان يسبب اقذر الالفاظ فيما قيل انه فيديو جديد منسوب لرئيس نادي الزمالك، ولكن لم نتاكد من ذلك لان ده مكانه النيابه العامه، لا نستطيع ان احنا نقول ده صوت رئيس نادي الزمالك من عدمه، ولا نستطيع ان نتهم رئيس نادي الزمالك من عدمه، ولكن نقول انه فيديو مسرب قيل انه لرئيس نادي الزمالك، وان اللي بعتوه لنا لن اذكر اسمه ولا الصفحه المحترمه بتاعت الاهلي، وانه هيتقدم ببلاغ، وعندما تقول النيابه كلمتها سنعلن ذلك. ولكن انا بدوري بقول يحيى كل صفحات النادي الاهلي وادمن صفحات النادي الاهلي ومواقع صفحات النادي الاهلي وادمن صفحات الزمالك الشريفه وادمن صفحات الزمالك الشريفه ومواقع الزمالك الشريفه اللي غير قابله للبيع والشراء. تحيه لكل صفحات الاهلي وادمنها واللي شغالين فيها، وبقول لهم انتوا في معركه حق وانا في ظهركم وربنا معاكم. انا لا اتحدث بلسان النادي الاهلي ولا جماهير النادي الاهلي، ولكن انا راجل بناصر قضيه حق، بناصر قضيه حق. انا لا اقدر اقول باني بتكلم بلسان النادي الاهلي لانه ده شرف كبير اتمناه ولا ادعيه، وفي نفس الوقت انا مش ممثل للجماهير عشان اتكلم باسمها، ولكن انا راجل حتى يوم اخر يوم في حياتي مع الحق، والاهلي في قضيه حق، وجمهوره في قضيه حق، وصفحاته في قضيه حق، ومواقعه في قضيه حق، وكل الناس اللي بتكتب في قضية حق، وربنا مك هيسيبهم وانا وراكم وجزم الاهلوية فوق دماغي. وانا اسف يا ادمن الصفحة واذا كنت بتتفرج عليا وحقك عليا. اتفضل يا استاذ احمد. يعني يمكن حضرتك بتنقل صورة مهمة لصفحات جماهير النادي الاهلي، واعتقد دي حاجة مهمة جدا، لان يمكن مع تزايد الموجة والهجوم للاسف الخارج عن النص يعني اللي حدث خلال الساعات الماضية، بصراحة جماهير النادي الأهلي من خلال الصفحات والجروبات الخاصة بجماهير النادي الأهلي كلها 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 بتساند النادي الأهلي كما اعتدنا دائما، كلها مع الكابتن محمود الخطيب، كلها ضد الخروج عن النص، كلها ضد السب، كلها ضد القصد، وكلهم يعني يمكن بيأجمعوا على حب النادي الأهلي وحب كيان النادي الأهلي، وردهم لحالة التطرف اللي بتحصل يعني في كل الأحوال اللي احنا بنشاهدها حاليا. الأمر صعب، صعب جدا جدا جدا. يمكن يعني صفحات كتيرة كتبت بوستات كتيرة وكلام كتير مهم، يعني صفحة الأهلي اليوم يعني قالت الكابتن محمود الخطيب فوق الجميع وتساند دايما مجلس إدارة النادي الأهلي. يمكن صفحة برضو استاد الأهلي كتبت كلام تؤكد أن قيمة النادي الأهلي أكبر من كل شيء. صفحة الاهلي اونلاين وملتقى جماهير الاهلي يعني كلهم قالوا تسمح لي يا استاذ عبد الناصر ادي للناس دي حقها واذكر الصفحات دي، لان الصراحة دور مهم جدا بيلعبوا يعني جماهير النادي الاهلي عبر السوشيال ميديا انهم بيساندوا النادي الاهلي بمنتهى الادب والاحترام. صفحة وروح الفانيلا الحمراء يعني 1907 الاهلي اليوم اهل الاهلوية يعني في حب الاهلي جمعنا، كلها صفحات اهلاويه يعني قاعده اهلاويه الاهلي نادي القرن، كلهم صفحات جمهوريه الاهلي. يعني يمكن جمهوريه الاهلي كتبت تصريحات يعني مهمه جدا وقالت رساله الى مجلس النواب يعني لكي يتم رفع الحصانه وان كل مصري ياخذ حق، يعني صفحات كتير جدا جدا الكلام. صفحة الاهلي اونلاين برضو وجروب الاهلي اونلاين نقلوا كلام مهم لمعالي وزير الشباب والرياضة، ونزلوا فيديو للاسطورة محبوب الخطيب، ونزلوا له فيديو ذليل كلام مهم جدا، وكان مكتوب كلمات من ذهب الاهلي نادي القرن الحقيقي بالاخلاق وبالمبادئ بجانب بطولات صفحة الاهلي اونلاين. فيمكن يعني كتير قالت كلام محترم. استاذ احمد اكلمك على تليفونك لو سمحت، اكلمك على تليفونك لان النت عندك برضه وحش، يبدو ان النت وحش. لايكات يا جماعه على قد ما تقدروا لان الموضوع سخن، الموضوع سخن، والتسريبات والتسريب ده مكسر الدنيا.
الفيديو سخن، ودلوقتي جاءنا ان الاهل ان مصر تطلب رسميا تنظيم دور قبل النهائي والنهائي لابطال افريقيا. الحكومه المصريه توافق عاجل، الحكومه المصريه توافق على طلب رئيس وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي باستضافه دوري ابطال افريقيا الدور قبل النهائي والنهائي. والكابتن محمد فضلي يؤكد لي في تصريحات مهمه جدا ان ارسلوا طلب الى الكاف وان مصر تقترب من استضافه الدور قبل النهائي والنهائي لدوري ابطال افريقيا. كمان قطر تقدمت النهارده بملف، والامارات فاجاتنا على لسان احد اعضاء الاتحاد الاماراتي لكره القدم بانهم ما يعرفوش اي حاجه عن الموضوع. الخبر العاجل، مصر تتقدم رسميا لاستضافه دور قبل النهائي ونهائي افريقيا. تونس في الصورة، وأنا قلت تونس الأقرب، ولكن مصر تقدمت رسميا والخطاب أرسل منذ ساعة. الخطاب أرسل منذ ساعة، بنحاول نكلم الكابتن محمد فضل، ولكن نروح للصفحات الثانية يا أستاذ أحمد لأنها هي اللي تهمنا، لأن تليفونك كان بيقطع. اتفضل. يعني يمكن بقول لحضرتك يعني مهم جدا الدور اللي بتلعبه صفحات جماهير النادي الأهلي المحترمة اللي بتساند النادي الأهلي بمنتهى الأدب بدون الخروج عن النص، بدون اي سؤال اي احد. يمكن زي ما انا قلت صفحه استاد الاهلي، صفحه الاهلي اونلاين، يعني يمكن كمان صفحه الاهلي حياه، الاهلي اليوم، الاهلي اليوم النهارده كاتب مسانده للكابتن محمود الخطيب، ويمكن الاهلي اونلاين منزلين اغنيه للكابتن محمود الخطيب ذا ليجند، وكاتبين كلمات مؤثره جدا في الكابتن محمود الخطيب. وبصراحه الكثير من الصفحات بتساند، يعني كانت بتتابع حتى اللايف بتاعك بالامس واللي اكدت فيه على قيمه كابتن محمود الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي. وبصراحه ده دور مهم جدا ان احنا ننقله. يعني احد التعليقات، يمكن يعني ايمن سوس كان كاتب، احد الاصدقاء اللي بيتابعنا بشكل يومي من خلال احدى الصفحات، النادي الاهلي كان بيزاليوم واخد المجتمع حقه من اي متطاول ضد المجتمع الاهلي وجماهيره وادارته، سيكون الفضل لله والعبد الناصر زيدان وابو المعاطي زكي واحمد سعيد، الناس اللي وقفت قدام رئيس الزمالك وكشفوا كل اعماله وسنين بيعملوا كده، يعني وما كان في ناس ما لهاش صوت، لكن عبد الناصر لم يدعو جمهور الاهلي للخروج، عبد الناصر يدعو لان دوله القانون تسود كفاكم تهريج وفرقه. الاستاذ وليد دسيوني كلام صحيح، انا بشار عبد الناصر يوميا وهو بيحاول، يعني كلمات كلها بتؤكد الدور اللي اللايف بيعمله بشكل يومي. ويمكن حتى لو البعض قال ان كان في محاولات للفرقه ولا التفرقه ولا لا، الناس حتى بترد وبتقول ان احنا مع النادي الاهلي، مع كلمات العقلانيه جدا، نحن في دوله قانون، زي ما الاستاذ ايمن سوس كاتب واكد كلامك بالامس ان احنا في دوله قانون، واكد على قيمه الكابتن محمود الخطيب وقيمه مجلس اداره النادي الاهلي. اللي عايز اقوله لعبد الناصر ان بصراحه يعني جماهير الاهلي على السوشيال ميديا يعني عامله اكتر حتى من ترند مهم جدا، الناس بتتكلم بمنتهى الادب وبالاحترام من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، لعل صوتها يكون مسموع ويوصل، لان الناس دي بجد حقها محفوظ وبتعاني وتعاني بشده. زي ما احنا قلنا الرياضه منفذ للجميع، لا للاسف جماهير الاهلي عندها حاله من الغضب الشديد بسبب ما يحدث في الساحه. فبشكر صفحات كثيره والله، لان هم يعني ما فيش وقت ان انا اقول الناس دي كلها، لكن يعني الاهلي اليوم واستاد الاهلي والاهلي اونلاين والاهلي حياه والاهلي 1907 وجرانيتا اهلاويه وقهوه الاهلاويه، كل دول وحلم الاهلاويه بالذات جماهير، كل صفحات وجروبات كثيره قوي، وبالمناسبه بيشكروك على الدور اللي بتعمله، نفس الوقت يؤكدوا على قيمه الكابتن محمود الخطيب وبيساندوه، وده دور اي اهلاوي. طيب خلينا نقول كمان محمد كامل، الرئيس التنفيذي للسادات ذاع صوره منذ قليل على صفحته على تويتر، الصوره الشهيره التي يقبل فيها راس الكابتن محمود الخطيب. الاستاذ محمد كامل برضي على صفحته على تويتر نزل الصوره دي وهو يقبل راس الكابتن محمود الخطيب. يعني انا متضامن مع الصفحه وادمن الصفحه اللي شتمها ما قيل انه رئيس نادي الزمالك دون ان نتاكد، ولكن يعني الناس بتطالبني بازاعه هذا التسريب مره اخرى يا استاذ احمد، ولكن كله الفاظ خارجه، يعني مش عارف كمان، يعني مش عارف بصراحه.
يعني مش قادر. يعني انت رأيك ايه يا احمد، ازيحولهم تاني ولا مزيحوش؟ يعني برضه ما هو في عنوان انك انت بتزيح اجات عشان الناس تعرف احنا رايحين لفين، ولكن برضه اخلاقيا الالفاظ جارحه جدا. ليه يعني؟ والله يا استاذ عبد الناصر مش عايز اقول الواحد زهق، لكن احنا مش محت... واحنا ما... يعني والله عجبني، وانا يعني ناس جميله، واحنا كنا مستنيين فيديو علشان نتكلم على الخروج عن النص فيه. استاذ احمد يعني هل احنا كنا منتظرين فيديو عشان كلامنا يتاكد؟ خليني اقول اني اعلن عن نفسه الاخ المحترم الاستاذ شهاب الدين محمد اللي هو اتشتم، قال دي شتيمة مرتضى منصور ليا من شوية، للأسف الشديد قفل بسرعة وحطني بلاك ليست قبل ما ارد عليها، بس القانون حلو برضو الأيام جاية. الأستاذ شهاب الدين المحمد اللي بعت لي الرسالة، لو عنده تليفون الأستاذ شهاب يا ريت يبعتولي. يعني لو عنده التليفون الاستاذ شهاب يبعته لي اهو. المكالمه بتاريخ 13/7/2020 مسجله من الاستاذ شهاب الدين المحمد. مرتضى منصور يشتمه وهو ادمن احد صفحات النادي الاهلي اهو. انا يعني اهو يا جماعه اهو، ده الاستاذ شهاب الدين محمد اهو، الصوره اهي على صفحته دلوقتي، وبنحاول نوصل له ونجيب رقم تليفونه، بنحاول نجيب رقم تليفونه على قدر المستطاع. الأستاذ شهاب الدين المحمد، الأستاذ شهاب الدين المحمد كتب على صفحته دي شتيمة مرتضى منصور ليا من شوية، للأسف الشديد قفل التليفون بسرعة وحطني بلاك ليست قبل ما رد، بس القانون حلو برضو الأيام جاية. المكالمة بتاريخ 13/7/2020 الساعة 11:35 دقيقة مساء، رقم التليفون مذكور، سيتم تفريغ المكالمة بطلب من النيابة لشركة أورنج رسميا وتأكيد السوق والمكالمة، وإن شاء الله بإذن الله كله بالقانون أهو أهو. الأستاذ شهاب الدين المحمد هنحاول نوصل له يا استاذ احمد، لو وصلنا له هنزيحه. طب استاذ احمد السيد معاك يا استاذ عبد الناصر، هرجع لك مره تانية، لان احنا جبنا رقم الاستاذ شهاب الدين المحمد من على صفحته، من على الصفحه بتاعته على الفيسبوك. نحاول معاه وارجع لك، لان ده بقى الحدث دلوقتي تسريب جديد. طبعا مهم نعرف رد فعل، لان احنا مسندين للصفحات للنهايه، وانا ارجع لك مره تانية بعد دقايق اهو يا جماعه مع بعضينا، ولايكات على قد ما نقدر اهو. حد بعت لي الرقم كما هو على صفحته، يا رب يرد علينا اهو. هنحاول نتصل اهو. مغلق او غير متاح، يمكنك ارسال رساله صوتيه عن مغلق او غير متاح. المكالمة الأستاذ شهاب الدين المحمد أدمن أحد صفحات النادي الأهلي أهو. أهو بعتذر، بس لو سيدات معانا يحطوا إيديهم على ودنهم يا جماعة. بص يالا يا ابني، مش ماشي يا معرس يا خاول، يا ابني مش ماشي. شوف انا اللي بتكلم اهو بقى، مش مفبرك يا ابني، مش ماشي يا معرس في السوق. يلا يا مش ماشي. مين ده يا ابني المت؟ كان بس ايه، تبقى الامور فاضحه. الاستاذ شهاب الدين اعلن انه اتقدم ببلاغ ضد ما قيل ان هذا الصوت لرئيس نادي الزمالك، ولكن نحن لم نتاكد بعد ولا نستطيع ان نؤكد او ننفي، وهذا الامر سيكون امام النيابه العامه باكر. والله هو مش كاتب إيه. حد يقول لنا اسم الصفحه ايه يا جماعه؟ حد يقول لنا اسم الصفحه كان نخلي الناس كلها تدخل بالالاف تدعم الصفحه. اتفضل يا استاذ احمد، تليفونه مغلق. اللي بعده